عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Oh please God, don't let him call me. Father in heaven, I beg of you. قاعدة عامة وعبارة عابرة للقارات والدول واللغات، يمكن تطبيقها في أي امتحان في أي دولة، تاسع، بكالوريا، جامعة، وحتى اختبار شهادة السواء، إلا الامتحانات السورية. امتحاناتي عملية بسيطة سهلة ليس فيها أي تعقيد بسبب تنوعها بحسب المنطقة والجهة المسيطرة عليها، واختلاف الأسئلة باختلاف القيادة الحكيمة للمنطقة، وسؤال النكشة فيها عبارة عن كمين. بكمين! سؤال الموضوع في امتحان اللغة العربية لطلاب البكالوريا العلمي، خطته يد القيادة التي ستشرف مباشرة على التصحيح لارتباط الإجابة بمقتضيات المرحلة الراهنة. تبدأ عند جرائم الكيان الصهيوني المنبوذ عربياً بحق الشعب الفلسطيني المقاوم، ولا تنتهي عند خطر الفكر العثماني التوسعي المطعم بنكهة إخوانية منحرفة. يقول السؤال: اكتب موضوعاً تناقش فيه الممارسات الظالمة بحق السوريين على يد العثمانيين والفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني، مبرزاً حتمية زوال الظالمين، وأيد ما تذهب إليه بالشواهد المناسبة. إنني أريد الجولان بالكامل. أما السؤال الثاني فكان السؤال الرئيسي لامتحان الاجتماعيات للصف التاسع، أكثر عمقاً من قبله، يدفع الطالب للغوص في أغوار الماضي للحصول على إجابة. أرادت القيادة منه أفكاراً جديدة وعصرية لتحرير الجولان، منوهة أن ذلك لن يطول من خلال سواعد الجيش العربي السوري الباسل. بالروح نبت الجولان، بالروح نبت الجولان. في مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيا الجيش الوطني، تحديداً في جامعة حلب الحرة، طرح دكتور مقرر مبادئ حقوق الإنسان على طلاب علم الاجتماع سؤالاً يطلب فيه الحديث عن انتهاكات نظام الأسد بحق السوريين، وعن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في الشمال إن وجدت. لعيونك معلم! والجواب الأسلم هنا للطالب لا يوجد. أصعب ثلاثة أسئلة قد تواجه الطالب تتركه في صراع مع الذات، هل يجيب بما تمليه الحقيقة والضمير؟ أم يكتفي بالإجابة بحسب المنهاج المقرر؟